إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد في قناة العلم يعرف الكذب. درس اليوم هو عن ضرب أو عن وقف الخسارة، عن ستوب لوس. هذا الفيديو إن شاء الله ربما يكون من أفضل الفيديوهات التي وضعتها في قناتي، سيكون تعليميا أصدقائي وسيكون إن شاء الله قويا وقويا جدا. ولكن قبل البدء في الحديث عن وقف الخسارة وعن كيفية تجنب ضرب وقف خسارتك كل مرة دخلت في صفقة، أريد منك أن تذهب إلى الموقع bprotrade.com. أولا أريدك أن تحمل هذه الكتب المجانية، فقط تضغط على إبداء الآن مجانا، وضع إيميلك الخاص ويصلك الفيديو إلى إيميلك الخاص مباشرة. كذلك أصدقائي، أريد منكم أن تقوموا بالاشتراك في قناة التليجرام المجانية، نضع بها صفقات لايف مجانية في بعض الأحيان، كما تم ذلك الآن، وضعت صفقتين مجانيتين وأتمنى أن تكون ناجحتين إن شاء الله. بالتالي أسرعوا وادخلوا إلى هذا القناة، فهي قناة وسام برو تريدر، هذا هو الرابط أصدقائي، فقط ستجدونه أسفل في التعليقات، وإن كان لا يعمل اكتب هذا أو قف الفيديو واكتب هذا الرابط، وستصل إلى قناتك، هي قناتك صديقي وهي قناة التليجرام. فنحن عائلة كما تعودنا. لنعود إلى درس اليوم، وهو عن وقف الخسارة أو عن ستوب لوس أصدقائي. طيب، أولا يجب قبل التحدث عن الستوب لوس، نريد أن نتحدث عن بعض الأساسيات أو الأساسيات في السوق. طيب، أولا إذا سألتكم ما هي المراحل التي يكون فيها السوق، التي يمر منها السوق، فهي مهم جدا أن نعرفها، لأنها هي التي ستمكننا من معرفة كيف سنضع وقف الخسارة. طيب، لدينا ثلاث مراحل، three states أو ثلاث trois états باللغة الفرنسية، three states، ليس الولايات المتحدة ولكن حالات السوق. لدينا الحالة الأولى التي يكون فيها الاتجاه صاعد، ولدينا الحالة الثانية التي نكون في رانج أنا أسميه تصحيح، والحالة الثالثة التي نكون في قناة سعرية. هكذا، إذا لدينا ثلاث حالات، أوكي، ثلاث حالات، حالات أن يعني يكون الاتجاه صاعدا أو هابطا، يعني حالة اتجاه، حالة ثانية حالة رانج يكون الاتجاه أفقيا، وحالة ثالثة يكون قناة سعرية. مهم جدا أن نعرف هذه الحالات الأساسية، وهي التي ستساعدنا على معرفة كيفية وضع وقف خسارتنا باحترافية أصدقائي. طيب، كيف نعرف أنه مثلا، أو ما هي مميزات الاتجاه، يعني إذا كان لدي اتجاه، أو كما قلنا نعم اتجاه، ما هي مميزاته؟ يكون لدي قمة أعلى من قمة، وقاع أعلى من قاع، قمة أعلى من قمة، وقاع أعلى من قاع، قمة أعلى من قمة، قاع أعلى من قاع، قمة قاع أعلى، ويتم احترام دعوم المقاومات، يتم احترام دعوم المقاومات، لا يرجع السعر ليكسرها، لا يرجع السعر ليكسرها، لا يرجع السعر ليكسرها. هكذا يمكننا أن نميز بين الترند وبين المراحل الأخرى، الثلاث مراحل أو الثلاث حالات الأخرى. الحالة الأخرى التي هي يكون فيها رينج، يعني يصعد السعر ويتم المقاومة تعيد السعر، الدعم يقوم بإعادة السعر، المقاومة تقوم بإعادة السعر، الدعم كذلك يقوم بإعادته، وهكذا. بالتالي يتم احترام الدعم والمقاومة، تكون الدعم والمقاومة في حالة الرنج والتي أسميها أنا تصحيح، يكون احترام الدعم والمقاومة. والحالة الأخيرة ما هي مميزاتها يا صديقي المتداول؟ الحالة الأخيرة هي الحالة التي يكون فيها مثلا تكون قناة سعرية، يعني يكون صعود ثم نزول، ثم يصعد السعر يكسر هذا المقاومة ببضع بيبسات ثم يعود، بعد ذلك يصعد يكسرها ببضع بيبسات ثم يعود. نمسح هذا حتى هكذا، ثم يعود هذه المنطقة، ثم يعود يكسر ببضع بيبسات ثم يعود. هذه هي قناة سعرية، مميزاتها أنها تكسر لك الدعم أو المقاومة، دعم المقاومة، وبعد ذلك ترتد، ولكن يكون فقط ارتداد ليس انعكاسا في الاتجاه، يعني تحت ليس انعكاسا في الاتجاه. هذه مميزات القناة أصدقائي. طيب، نحن الآن بعدما رأينا هذه الأساسية، ستقول لي يا أخي يعني أنت ضيعت 5 دقائق و6 دقائق من وقتي لتتحدث لي عن بيزكس، عن الأساسيات، يعني ما فائدة هذا مع وقف الخسارة؟ ما الذي سيفيدني هذا في وقف خسارتي؟ أنا سأعطيك الفائدة الآن. لنقول أنه لدي رانج والسعر يصعد، ارتد، يعني أصبح دعم، ثم ارتد للمقاومة، ثم عاد،
ثم فجأة كسر. بعد ذلك عاد إلى هذه المنطقة التي هي الآن ستصبح ماذا؟ دعم. هذا ما يدرسونه لنا، أو حتى يكون الأمر واضحا سأزيل هذه الآخر موجة وأعمل هكذا. يعني هذا هو الأمر الذي يقومون بتدريسه لنا في يعني في قنوات اليوتيوب هذا. طيب الآن سؤالي، هل ستقوم بشراء في هذه المنطقة؟ نعم، لأنه قالوا لنا أنه إذا تم كسر المقاومة وعاد استيلاء المنطقة نشتري من هذه المنطقة. أين ستضع وقف خسارتك؟ ستضع وقف خسارتك هنا ريسنت لو، يعني آخر قاع، هنا ستضع ستوب لوس. طيب ماذا قلنا عن حالات السوق؟ هناك حالة تسمى قناة سعرية. ومن الذي قال لك أن السعر لن يأتي إلى هذه المنطقة؟ بما أنه لدينا هذه القناة، ثم يعود إلى هذه المنطقة، ثم يرجع ويعطينا هذه القناة السعرية. من قال لك ذلك؟ من قال لك أنه لن يعطينا قناة سعرية؟ بالتالي إذا وقعت وقف خسارتك هنا، ما الذي سيحدث؟ سيتم ضرب وقف خسارتك، وبعد ذلك مباشرة تجد السعر يذهب إلى المنطقة التي كنت تريد أن تخرج منها وتأخذ أرباحك. سؤالي، ألم يحدث لك هذا؟ يعني ألم يتم ضرب وقف خسارتك وترى السعر بعد ذلك يعود ليضرب الهدف؟ إذا وقع لك هذا المشكل، أريدك أن تعلق في أو تضع تعليقا بوم في التعليقات. إذا وقع لك هذا المشكل، 90% من المتداولين وقع لهم هذا المشكل. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون حالات السوق، لا يعرفون الحالات التي يتواجد عليها السوق. أوكي، طيب بالتالي قضية أنه تضع وقف خسارتك في آخر قاع إذا دخلت شراء، هذه خطأ، لا يمكن، هذه غير شغالة، غير فعالة. هذه التقنية وهذه الاستراتيجية غير فعالة. عوض ذلك أريدك أن تفكر بالطريقة التالية. أريدك أن تفكر باستعمال موجة دافعة تصحيح. هكذا أريدك أن تفكر بهذه الطريقة، موجة دافعة يعني اتجاه وتصحيح. هذا رانج، أليس كذلك؟ رانج هكذا السعر يتجه في هذه القناة. يمكنك أن تسميه رانج، يمكنك أن تسميه تصحيح، يمكنك أن تسميه قناة سعرية، سميه ما تريد. ولكن ما أريدك أن ترى أو أن تقوم به هو عندما يأتي السعر يكسر هذه القناة. لا أريدك أن تدخل في الصفقة عندما يأتي السعر لهذه المنطقة هنا. لا أريدك أن تدخل هنا، أريدك أن تنتظر أن يكون هنا تصحيح صغير في هذه المنطقة، وهنا تدخل في هذه الصفقة، ولكن وقف الخسارة الذي هو مهم ستضعه هنا. أما إذا جاء السعر ودخلت في هذه المنطقة، وقف خسارتك يجب أن تضعه هنا. لماذا؟ لتجنب احتمال أن يكون هذا رانج هنا ويصعد السعر بعد ذلك. تلاحظون، يجب استخدام المنطق، استخدموا المنطق. بما أنني أعرف أن هناك 3 حالات في السوق، أعرف أن هناك اتجاه، أعرف أن هناك رانج أو تصحيح، وأعرف أن هناك قناة سعرية، بالتالي عندما أدخل في الصفقة يجب أن ألغي كل الاحتمالات. بالتالي إذا كان لدي كما قلت مثلا، إذا كان لدي كما قلت اتجاه، وبعد ذلك وجدت أنه نحن في رانج، هكذا نحن في رانج، طيب دعم ومقاومة، يحترم الدعم ويحترم المقاومة، يحترم الدعم المقاومة، يحترم الدعم المقاومة، يحترم الدعم المقاومة، يحترم الدعم المقاومة. طيب بعد ذلك ما الذي سأنتظر؟ نقول نريد أن ننتظر الكسر. طيب جميل، بعد ذلك عندما عاد السعر إلى هذه المنطقة التي هي ستصبح منطقة دعم، إذا أردت الدخول هنا الشراء، وقف الخسارة، يعني يجب أن تضعه في المنطقة التي إذا تم ضربه ستتغير البنية. إذا تم ضربه ستتغير البنية. وعندما أتحدث عن البنية أتحدث عن تلك المراحل الثلاث التي هي رانج أو اتجاه أو قناة. بالتالي هنا إذا جاء السعر إلى هذه المنطقة، يعني مثلا إذا كانت الموجة على هذا الشكل، أنا أضع وقف الخسارة هنا، وقف خسارتي سأضعه في هذه المنطقة. لماذا؟ لأن هناك احتمال أن يأتي السعر المنطقة يضرب هذا الوقف ثم يصعد، يعمل لنا قناة ثم يصعد. لذلك أنا وقف خسارتي دائما سيكون هنا، وقف الخسارة دائما سيكون في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة هي التي إذا لمسها السعر سيتغير الاتجاه ربما، وسنبدأ في اتجاه هابط. تلاحظون
هذا أصدقائي، هذا أقسم بالله سر من الأسرار القوية جدا أصدقائي، إذا استعملتموه لن يتم ضرب وقف خسارتكم إن شاء الله إلا في قليل جدا من المرات. طيب لنرى بعض الأمثلة، أريد أن أرى بعض الأمثلة حتى نفهم أكثر هذا الأمر الذي تحدثت عنه. مثلا هنا، مثلا الاتجاه واضح هكذا، أين هو الرنج؟ هو هذه المنطقة، هذه منطقة ارتد منها السعر ثم عاد، ثم بعد ذلك ارتد منها السعر ثم عاد. عندما يكسر ثم يعود إلى هذه المنطقة ندخل مثلا بيع هنا، أين سأضع وقف الخسارة؟ هنا، لا يمكن أن أضعه هنا، سيتم ضرب وقف خسارتي، أو هنا، سأضعه هنا، وبعد ذلك ما الذي وقع؟ نزل السعر بقوة، تلاحظون؟ يعني يجب احترام هذه الأمور، مهمة ومهمة جدا. طيب مثلا لاحظوا معي هنا في هذه المنطقة، يعني هذه المنطقة جاء السعر ثم إلى هذه المنطقة ثم ارتد، يعني هذه منطقة قوية مقاومة، ثم جاء إلى هذه المنطقة ثم ارتد، ثم جاء ثم إلى هنا، عندما جاء إلى هنا عندما كسر، عندما يعود إلى هذه المنطقة سيبدأ بالبحث عن الشراء مثلا، ووقف الخسارة سيكون هنا. ماذا قلنا؟ وقف الخسارة سيكون في هذه المنطقة، لأن إذا تم لمس هذه المنطقة هنا خلاص ينتهي، تنتهي هذا ال... ينتهي هذا ال... هذا ال... هذا ال... هذه الصفقة. كذلك لاحظوا هنا مثلا هذه المنطقة لدي موجة قوية، ثم جاء السعر ارتد، ثم جاء ثم إلى هنا، عندما يكسر ويعود إلى هذه المنطقة مثلا سأدخل في صفقة شراء، ولكن لاحظوا ما الذي وقع، جاء السعر إلى هذه المنطقة، إذا كنت وضعت وقف خسارتي قريب هنا أو هنا سيتم ضربه، ولكن إذا وضعته هنا لن يتم لمسه إلا، يعني أين هي بداية الموجة؟ هي آتي، يعني إذا وضعته هنا سيتم لمسه، وهذا هو الذي وقع، تلاحظون تم لمسه، ولكن لو وضعته في أسفل الموجة الأولى التي دخلت منها ما الذي وقع؟ قد يرتد السعر، لأنه قد يعطينا قناة سعرية، قناة سعرية هكذا تكون القناة بهذا الشكل، تلاحظون؟ لذلك أصدقائي يجب أن تطبقوا هذه الطريقة التي أعطيتكم، تذكروا فقط، تذكروا فقط أصدقائي البنيات الثلاث التي أعطيتكم، نعيد البنيات حتى تتذكروها. قلنا البنية الأولى هي الاتجاه، بعد ذلك يكون هناك رنج وهو التي تحترم فيه الدعم والمقاومات، والذي يفقد فيه الناس مالهم هي القناة، لأنه ينسون أن قد يكون هناك قناة سعرية هكذا. لذلك كلما دخلت في صفقة مثلا من هنا، إذا دخلت في صفقة عند الكسر شراء، يجب دائما أن يكون وقف خسارتك يكون أسفل هنا، لأنه هناك احتمال أن تكون هاتي أن يعطيك قناة هنا ثم يصعد. أوكي، لذلك دائما وقف الخسارة يكون هنا حتى تنفي هذا الاحتمال. أوكي، هذا الاحتمال أصدقائي كما تلاحظون هذه طريقة بسيطة سهلة، فقد ذكرتكم بالأساسيات واستعملنا المنطق والبنية لمعرفة أين يمكننا وضع خسارتنا إذا دخلنا في صفقات. أنا هنا لم أعطيكم استراتيجية، أنا أعطيتكم فقط كيف يمكنكم أن تضعوا وقف خسارتكم بالطريقة الصحيحة، بالتالي وقف الخسارة يتم وضعه في المنطقة التي بعدها قد تتغير البنية، مثلا كنا في رانج أو في قناة سعرية وسنبدأ في اتجاه هابط، أوكي؟ أو كنا في اتجاه ساعد وربما الآن قد يتغير ونبدأ في تصحيح، لذلك عليكم أن تعرفوا متى تضعوا وقف الخسارة، وبتذكركم لهذه الحالات الثلاث لبنية السوق ستعرفون كيف تضعون وقف الخسارة. كان معكم وسام من قناة العلم لا يعرف الكذب، لا تنسوا أن العلم لا يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.